طبعا لكن عن السكواد الموجود، عن التيم اللي موجود والنجوم اللي موجوده حاليا، عن موسيماني بالتاكيد برضو. في انت ايه رايك في موسيماني؟ يعني نتكلم في فتره بسيطه جدا قدر الراجل، يعني مش عايز اقول يحط بصمه، لكن يعمل نقله لل، لا هو حط بصمه فعلا بالتاكيد. شايف انه حط بصمه. شفنا يمكن احنا شفنا النادي الاهلي قبل كورونا كان ماشي بمستوى كويس جدا مع مستر فايلر، لكن بعد كورونا ممكن يكون المستوى كان قليل شويه، لكن موسيماني اعاد روح النادي الاهلي تاني، اعاد ان اللعيبه الوقت بقى فيه التزام كبير جدا، بقى اللعيبه بتساعد بعض في الملعب بلغه الكوره، انا بتكلم بلغه الكوره، بقى فيه مساعده، بقى فيه حب، او بقى فيه غيره على النادي الاهلي وفنانه النادي الاهلي، فدي يمكن احنا لمسناها من مستر موسيماني. الحاجه الثانيه يمكن انا سعيد جدا باختيار مستر موسيماني انه يدرب النادي الاهلي، لانه راجل برضه عايز يعمل اسم، ان هو راجل يدرب او في حد في افريقيا يجي يمسك النادي الاهلي، دي حاجه في حد ذاتها كبيره جدا. ما استغربتش لما سمعت الخبر اول مره؟ لا طبعا طبعا. لا هو لعيب، هو مدرب كبير جدا. أيوه. مدرب يمكن احنا شفنا مدى ساعته، بس بيقولوا كده زي ما بيقولوا من بره المنهج، من بره المقرر. لا حبيبي بص، يعني ما كانش حد يفكر ابدا ان النادي الاهلي ممكن يفكر في مدرب من افريقيا. بالعكس، النادي الاهلي صاحب يعني الصفقات، او صاحب الانجازات، او صاحب الحاجات اللي هي يمكن هو اكيد في ناس بتخطط في النادي الاهلي احسن من اي لجنه تخطيط كبيره بقياده الكابتن خطيب والكابتن محسن صالح، ومش عايز انسى حد. أيوه. لكن فعلا بتخطط بشكل كبير جدا. هم اختيارهم لمستر موسيماني كان فيه ثواب كبير جدا، ويمكن بصماته ظهرت في الماتشات اللي احنا اتفرجنا عليها وشفناها، يمكن اعاد الروح للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، ولمساته هتظهر ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله.